皆さんこんにちは。私は日本の沖縄の白い家フェローシップチャーチの伊藤よしこと申します。 Hello everybody, I'm Pastor Yoshiko. أنا رئيس من أوكيناوا يابان. 私たちの花婿イエス様のお名前を心から称えます。I joyfully praise the name of our bridegroom Jesus from the bottom of our heart.أنا بسبح اسم يسوع عرسنا من كل قلبي. إحنا ممتنين للرب لأنه سمح لنا إن إحنا ندخل أعمق وأعمق في صلاة وشركة مع كل عائلات الأمم. في خلال وباء كورونا أنا شعر أن الرب بيكلمنا بصورة أعمق من أي وقت فات. When I see the society that human hands have created being destroyed so easily and وأنا بنظر بشوف المجتمعات اللي البشر خلقوها بتتدمر تماما في لحظة. أنا شعر أنه في عالم الروح الروح القدس بيتحرك بسرعة أكتر من أي وقت فات. الظلام بيغطي الأمم لكن النور بيضيء أقوى. الفرق ما بين النور والظلمة اليمين والشمال بقى واضح جدا. الوقت قد حان من أجل عمل روح القدس لكن كمان ده وقت قوات الشر بتعمل بصورة واضحة. تقديس الرب ابتدى وكأننا سامعين خطوات الرب بيقترب من الأرض. While God's time is constantly advancing, we must seek the Lord's face and align ourselves with His heart. ومع اقتراب الزمن إن الرب يعود ده وقت إن إحنا نرى وجهه. ده وقت إن إحنا نجيب عيلته ونقيم ملكوته على الأرض بمعونة الروح القدس. وفي الزمن الجديد ده إحنا محتاجين رحمة يسوع وشركة وقوة الروح القدس أكتر من أي وقت قبل كده. وإحنا بنطلب حضور الله جسد المسيح في العالم كله محتاج إنه يكون واحد. كعروس واحدة يجب أن نكون العروس اللي بتجيب فرح وبهجة لقلب يسوع. وأنا من كل قلبي بشتاق إنه اليابان تكون مكان بيأتي بتشجيع ومحبة لأمم الأرض كلها. إحنا في أكتر وقت إحنا الوقت ده هو أكتر وقت في حصاد من النفوس في اليابان. واليابان هتفضل واقفة في دعوتها كأم بتنادي الكل لقلب الآب أن يعودوا إلى البيت.
وأكثر من أي أمر أصلي إنه اليابان تنهض لآخر الأيام لتعد الشعوب كسابق في الطريق لإعداد الشعوب لمجيء المسيح. وأنا أصلي أن نتمم دعوة الرب دي اللي على بلدنا. عائلة الرب الجميلة، بنحبكم بمحبة المسيح. إحنا جسد واحد، قلب واحد. وإحنا بنشكر الرب إن إحنا عيلة واحدة في أب واحد. أشكركم.